السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مصطفى؟ عامل ايه؟ ازيك؟ انت عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله انا زي الفل. ايه حابب النهارده نتكلم عن ايه؟ هو انا بصراحة يعني هو انا شغال في المجال برضو، هو انا شغال في الباك اند، بس انا خبرتي كلها في سي بلس بلس، وانا عندي اهتمام ان انا احول شوية على البيج داتا، فكنت عايز يعني اعرف لو عندك نصيحة، عندك طريقة مثلا ممكن امشي عليها تساعدني ان انا اتحرك للمجال ده يعني. تمام. طب انت شغال برمجه بتقولي بسي بلس بلس صح؟ بقالك قد ايه كده تقريبا؟ لا بقى لي شوية، مثلا 8 سنين، 8 سنين جميل. وشوية. طيب وتعرف داتابيزز او اشتغلت مع داتابيز قبل كده؟ اشتغلت بأوريكل شوية. جميل، حلو جدا. يعني انت عندك اكسبيرينس داتابيز كمان، سيكوال، الحاجات دي كلها. طيب في بلان، خلينا في بلان كده كنت شفتها موجوده على داتا كام، تعالى نبص عليها سوا واقول لك بالظبط ايه اللي ممكن نعمله فيها. يعني انا شايف السكريم بتاعتي هنا. هنا اوكي. طيب بلان هي بتاع داتا كام اللي هي ذا باث تو بيكامينج داتا انجينير. البلان متقسمه ايت بوكسز تمام مع بعض. اول 3 دول البيزك، بعد كده 4 و5 دول مور بروفيشنال، بعد كده من 6 دول ادفانسد شويه. طيب نبدا في اول بوكس، هو بيتكلم عن استعاره لغه برمجه. من دول ايه هما الاثنين؟ هو بيتكلم على بايثون وسكالا. انا شخصيا شغال سكالا، وشايف ان سكالا هي الانسب للاي تي ال والانجنييرنج عامه، بس للداتا انجنييرنج يعني. بس بايثون، بس سكالا مش منتشره في كل حته وهي صعبه شويه. فانا بفضل لو حد يبدا في المجال، لا يبدا يتعلم بايثون عشان هتسهل له حاجات كتير جدا في الشغل. فممكن يبدا بايثون، دي اول حاجه محتاج تتعلمها. محتاج تتعلم ايه في بايثون؟ حاجات الجنرال، بس تعلم ازاي تشتغل بايثون فانكشن، تران بروجرام، تكتب يونت تيستنج، كل الحاجات الاساسيه بتاعت بايثون محتاج تتعلمها. اوكي. طب عندك ترشيح مثلا؟ ممكن يعني حاجة ممكن ممكن تسيرش أذاكر منها اونلاين، بايثون؟ على في اكتر من كورس. اسهل كورس موجود اونلاين هو بايثون فور ايفري ون، ده بالانجليزي، وفي اكتر من كورس على كورسيرا، وفي كورسات عربي موجوده على يوديمي ممكن تسيرش عليها. ولو حاسس مش واضحه ممكن تواصل تاني واديك ترشيحات ادق لو انت حاسس ان هم مش واضحين يعني او مش عاجبينك. اوكي. تمام. طيب اوكي. الجزء الثاني احنا بنتكلم على اللي هو ليرنينج اوتوميشن اند سكريبتنج. انت مش محتاج هنا، انت محتاج بس تعرف شويه اساسيات لها علاقه بالشيل سكريبتنج، ازاي تكتب سكريبت، ازاي تعمل شويه كوماندات اساسيه. الشيل مقصود بيها اللي هو كوماند لاين، حاجه زي كده مثلا، اللي هو حاجه زي كده يعني، هو ازاي تكتب شيل، ازاي تكتب كوماند لاين بس في صيغه سكريبت. يعني مش محتاج ادفانسد ليفل، انت محتاج تعرف حاجات اساسيه بس منها. اوكي. اوكي. وازاي تسكيدول السكريبتنج، دي ممكن تعرفها برضه اونلاين، موجوده كتير حاجات كتير جدا على اليوتيوب تشرح الاساسيات بتاعتها. زي ما قلت مش محتاج ادفانسد ليفل. اوكي. طب الحاجه اوكي الثالثه، انت جميل. كده اتعلمت برمجه وتعلمت شيل. انا شفت ناس كتير خلاص اثنين دول ما عرفتش تفاصيل دايبز، واحد هنا وده ممكن يحصل، بس انا بقول انسب ان احنا نتعلم شويه سيكوال. سيكوال محتاج تعرف ايه السنتكس الاساسي في السيكوال، ازاي السيكوال ده بيرن، بيترجم ازاي كاكسبلين بلان، وازاي تبدا تطبق السيكوال ده على اي داتابيز. فانت لو شغال سيكوال على اوراكل ده هيكون كافي. ما تعرفش سيكوال، ما تعرفش اوراكل، اعرف سيكوال على اي سيمبل داتابيز، ماي سيكوال، ماريا، اوكي. داتابيز، اي داتابيز، مش محتاج ادفانس ليف. طيب ده موجود على كورسيرا، في كورس على داتابيز كويس جدا موجود على اليوتيوب برضه بتاع ستانفورد. وداتا موديلنج، داتا موديلنج انت محتاج تعرف البيزكس في داتا موديلنج، يعني ايه دايمنشن، يعني ايه فاكت، يعني ايه داتا موديل اصلا، الفرق بينهم. وده احنا كنا شرحناه ان هو في الكورس ده، لما جينا شرحنا البيج داتا انجينيرنج تيبس، شرحنا في اليوز كيس ايه هي، وبعد كده جينا هنا في الداتا اركتكشر شرحنا ايه الدايمنشنز وادينا امثله للدايمنشن وشرحنا شويه فاكتس. هنا ده الدايمنشن تايبس، مش شرط تتفرج على كل دول ما عندكش وقت، بس تعرف ايه هم تايبس على الدايمنشن والفاكتس بس هو والسكيما تايبس. ده الكورس ده في قناتكم صح؟ جراج موجودة اديوكيشن. قناة بتاعتنا اسمها جراش اديوكيشن على اليوتيوب، ممكن تسيرش عليها اهي. نوت لو انت سيرشيت هنا كده هتلاقيها، هي جراش اديوكيشن اهي، اوكي، بتفتحها اهو. هو الكورس ده. محتاج تخش على الكورس ده هتلاقي الحاجات هنا اهو. ماشي. اوكي جميل جميل. هو هنا حاطط انستراكشر داتا مونجو، انا شايف دي ادفانسد شويه يعني، شايف دي ممكن تنزل تحت. بس هو انت عارف ان الداتا بيزز في نوع من الداتا بيز اللي هو انستراكشر داتا، اللي هو بيتكلم اللي هو مو المونجو والكاساندرا والحاجات دي، انا شايف ما نخش عليها دلوقتي. فخلينا اوكي. اساسيين، الاساسيين انت كده عملت 1 2 3، تقدر دلوقتي تخش انتري ليفل لاي جوب داتا انجينيرنج. انت عارف بايثون وعارف سيكوال وعارف داتا موديلنج، كفايه. حلو. طيب جميل انت عرفت جميل. الثلاث حاجات دول، طيب عايز بقى تعلي شويه في الليفل بتاع الكارير بتاعك، او تخش بقى مو ادفانسد سينيورتي ليفل.
فانت محتاج في اول حاجه تعرف تول او فريم ورك اللي هي بترن او بتشغل عليها الدي تي جوب بتاعتك. من اشهر التولز، اشهر فريم ورك موجوده هو سبارك، باتش سبارك. باتش سبارك ده اوبن سورس بروجكت موجود، بتكتب عليه شويه بايثون او سكالا كود، هو بيرن لك الكود ده in a distributed manner. اوكي، ازاي تعلم سبارك؟ اسهل كتاب لتعليم سبارك هو اللي هو ليرنينج سبارك بتاع اللي هو داتا بريكس، هو الاونر، هم اصلا الناس اللي عامله سبارك. حلو. جميل. والكتاب موجود فري داونلود بي دي اف، عايز تشتريه محتاج تشتريه او تقدر اونلاين. اوكي، سواء متاح بي دي اف مجانا قصدك؟ مجانا من غير فلوس، من غير ما تدفع اي حاجه فيه، فري وليجل يعني ننزله. اوكي جميل. ادفانس ليفل سنه كمان، يعني في ناس اوريدي كل شغلها باتش بروسيسنج بسبارك وخلاص، فمش ادفانس ليفل بس حته كمان ازيد شويه، انك تتعلم بقى سبارك ستريمنج اللي هو نفس التول بس ستريمنج ليفل، والكافكا دي انذر تول بنستخدمها في الستريمنج برضه. فانت كان الاثنين دول يساعدوك انك انت تبني ليفل اعلى شويه في التعليم باستخدام سبارك وكافكا. اوكي، مع بعض. حاجه ثالثه هنا هو اللي هي الام بي بي انجنز، ازاي ام بي بي انجنز هتبقى شغاله في الليفل في المجال ده. انت مش محتاج تعرف كل انجن، اي انجن لو تعرف ازاي اوراكل او تيرا داتا ام بي بي انجن شغالين، ده انف. مش عارف، ممكن تقرا عن واحده منهم. ماشي، ده كده المربع الرابع. الرابع الخامس ده اللي احنا قلنا الرابع والخامس دول بينقلوك اعلى شويه في الليفل، اللي هو الفلو. الفلو ده سكيدول، انا دي عملت اكتر من جوب، ازاي سكيدول جوب زي تران مع بعضها. متاح في سم بايثون، عشان كده قلت لك بايثون هي منتشره اكتر، ممكن تكتب مع بايثون. جميل. سمبل سكريبت انك تنظم الجوبس مع بعضها. انت كده خلصت 1 2 3 4 5، انت فعلا تقدر تعمل كل حاجه شغاله كسوليد جوب. بس كل ده محتاج تديبلويو اون بريمس، يعني عندك سيرفرات لوكال او شغال في شركه عندها سيرفرات لوكال. طب ما عندكش، مش شرط تعلمه دلوقتي في الليفل ده، بس انت عشان تتعلم شويه ازاي تديبلوي الشغل بتاعك ده على كلاود، محتاج تعرف اي تول منهم، هم كلهم زي بعض. يعني انت عملت اي دبليو اس وانا بفضل اي دبليو اس، هتعرف تشتغل على جوجل وايجر، هم نفس الكونسيبت. اوكي، اوكي فمن اول جميل. ست ده حاجات ادفانسد شويه، مش هتاخدهم كل مره، ممكن تاخد واحده فيهم بس وخلاص. فاول حاجه انك انت ممكن تاخد من الست دي تعلم اي دبليو اس زي الدبليو شورت بتاعك. بعد كده التولز اللي هي بتاعت الانفراستراكشر، ممكن تعلم دوكر الاول زي دوكر شغلك، دي حته ادفانسد سنه. بعد كده كوبرنيتس ممكن تعلمها، ممكن لا. برضو تبدا بقى تشوف الترند في المجال بقى، الدلتا ليك بتاعت داتا بريكس كولاس، كل الكلام ده دي ادفانسد ليفل، ممكن تقرا عنهم بعدين. دي حاجات داتا بريكس او بعض الشركات اللي عامله سبارك واللي عامله كافكا بيطلعوا فريم ورك جديده، مش هتعرف تفاصيل عنها، وهتكيب ليرن كل يوم في حاجه جديده تتعلمها. بس ان جنرال زي ما قلنا، ابدا بال 1 2 3 دول، بعد كده تبدا تخش على 4. وقت ما خلصت رقم 4 دي، انت كده في الليفل اللي فعلا تقدر تشتغل في اي شركه، المهم تعلمهم بشكل كويس وتركز فيهم. يعني جميل جميل. تقريبا ده بيغطي السؤال بشكل كبير، يعني انا دلوقتي عرفت عندي وضوح ممكن امشي ازاي يعني علشان اروح في بالظبط للكارير ده يعني او المجال ده. وشايف ان يعني 6 شهور كافيين او ازيد كمان من الكافيين انت تبدا تنشيت في المجال انك تشتغل. طبعا وانت شغال ممكن تحتاج بقى تعرف شويه تفاصيل اكتر عن ازاي الديستربتد سيستم شغاله، ازاي سبارك بيشتغل تفصيليا، هتقرا اكتر. فالحاجات دي كلها تعرف بعدين، بس دي المينيموم اللي انت فعلا ممكن ما تقدرش تشتغل من غيرها، يعني فاهمني؟ يعني ده ان جنرال الليفل ده. في حاجه تانيه برضو ابعت لك لينك تاني برضو، بتاك شيب صوره لك كده لينك تاني، ده في حد عامل التفاصيل بقى ازاي ريسورسز ممكن تتعلم منها، سيكوال تعلم منها حاجات تانية، هي لطيفة جدا. ممكن ابعت لك اللينك بتاعها، هي تفصيلية اكتر، في حاجات ازيد، بس هبعت لك الاتنين تشتغل فيهم مع بعض، يعني فاهمني؟ فهمتك. جميل جميل. يعني حبيبي ده hopefully إن شاء الله كفاية بالنسبة لي، وأعتقد إن شاء الله لو عندي أي مشكلة هرجع لك تاني، هحجز مع التاني تمام، جميل وأتكلم جدا. خلاص معاك. لو في اي حاجة ابعت لي، وخلينا نتقابل تاني ان شاء الله. ماشي، إن شاء الله. شكرا. شكرا جدا. شكرا أصلا. All right. مع All right. السلامة.